السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الجامعات المصرية. أولا اسمحوا لي أهنئكم ببداية العام الجامعي الجديد 21-22. ثاني حاجة أحب أن أرسل إليكم بشرى سارة بخصوص الكتاب الجامعي. يمكن تداولت على الصحف والمجلات والقنوات المصرية الفترة اللي فاتت خبر يمكن بعضكم ما خدش باله منه، بس ده الخبر ده يهمكم جدا، وده يعتبر من الأخبار المفرحة للطلبة الجامعة في مصر. الخبر ده بيقول إيه؟ خطاب رسمي من المجلس الأعلى للجامعات بتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى كتاب إلكتروني. يعني خلاص وداعا إلى الكتاب الورقي، وداعا إلى مذكرات والملازم والكتب الثقيلة الحمل، عشان كله هيتحول على كتاب إلكتروني يكون متداول معاك على موبايلك، تقرأ فيه وتذاكر فيه في أي مكان أينما ذهبت وفي أي وقت. تفاصيل الخطاب ده بيقول لك: وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا لرؤساء الجامعات، أكد خلاله على قرار المجلس بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله إلى الكتاب الإيه؟ الإلكتروني، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2021-2022. وخطاب المجلس الأعلى للجامعات إرسال وطالب ما خطاب المجلس الأعلى للجامعات إرسال تقرير شامل للإجراءات التي تم اتخاذها في كل جامعة والكليات التي انتهت من تحويل كتابها إلى إلكترونية حتى الآن. وده بناء على خطاب رئاسة الجمهورية اللي هو مؤرخ في 24/5/2021 بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتبارا من العام 21/22. وبالفعل بدأت الجامعات كلها بدأت التحرك بالجامعات لتحويل الكتاب الورقي الى كتاب الكتروني. ويمكن لو لاحظنا ان هنا خطاب رئاسه الجمهوريه ب 24/5/21، ونشوف فعلا التحرك السريع من الجامعات. يعني احنا مثلا عندنا في جامعه طنطا ده خطاب بمؤرخ ب 31/5، يعني تقريبا بعد اسبوع فقط من خطاب رئاسه الجمهوريه، وافق مجلس الجامعه بجلسات المعقده 31/5/2021 على اليات تنفيذ وتطوير الكتاب الجامعي، وذلك عن ناحيه حظر طباعة الكتاب الجامعي الورقي وتداوله في الجامعة، خلاص بقى ممنوع نهائي. تاني حاجة: وضع الكتاب الجامعي في صورة إلكترونية لائقة مع حفظ حق الملكية للمؤلف. إيه ثالثا: يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتداول إلكتروني الكتاب الجامعي على المنصة التعليمية، يعني إن شاء الله الطلبة هيقدروا يحملوا الكتب من على منصة الجامعة. ومن الأخبار السارة لهم إن هي هيبتدي يتعمل رسوم، والرسوم ديت إن شاء الله هتبقى رسوم رمزية وبسيطة، وده يمكن يفرح كمان وأولياء الأمور أكتر من الطلبة، لأن دلوقتي هيقلل عليهم عبء المصاريف الدراسية والكتاب الجامعي اللي كان في بعض الكليات بيصل إلى مبالغ ما لا يتحملها كثير من الطلبة. فإن شاء الله دلوقتي الدولة والجامعة هتبتدي تعمل رسوم بسيطة يقدر يدفعها الطالب إن شاء الله. ونتمنى لكم عام دراسي جميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.